اهم حاجه استعدينا لها هو الاستعداد النفسي باش نساو المقابله السابقه. الحمد لله صافي نسيناها. بدينا في التدريب، ترينينا جوج حصص، بدينا كنخدموا على الاخطاء اللي وقعنا فيها في المقابله السابقه. درنا دي سيونس دي فيديو، قرينا نقاط ضعف ديال المنتخب الايراني في المقابله ديالو مع اسبانيا. حاولنا دابا نخدموا على دوك نقاط الضعف، وحاولنا كذلك نتفاداو نقاط القوه ديالهم، وان شاء الله ما يكون الخير. كنحمد الله ونشكره بعد على الرجوع ديال ربيع الزهري بعد الاصابه ديالو، مشات به حتى للمستعجلات. الحمد لله اليوم كان في لونطريمون معنا وبخير وعلى خير. كما قلت لك في الاول، هو السي هشام لعب في الاول على الجانب الذهني والنفسي ديال اللعابه باش ينساو المقابله السابقه. خدمنا على بعض الاخطاء طراو لينا في المقابله السابقه، كذلك خدمنا بدلنا واحد لي بالاريتي، وخدمنا واحد السيستيم جديد ان شاء الله باش نحاولوا نتفاداو الاخطاء اللي وقعنا فيها ونكونوا في اهبه الاستعداد ضد المنتخب الايراني. شخصيا بالنسبه لي المشاركه في كاس العالم كره القدم داخل القاعه كان حلم، وحلم ديال اي رياضي في المغرب باش يشارك في التظاهره كبيره بحال هذه. استفدنا بزاف، طورنا المستوى ديالنا من عده جوانب، وكنحمد الله ونشكره لاننا وصلنا لهاد التظاهره هذه. وكنتمناو ان شاء الله تكون نتيجه غدا، تكون نتيجه مزيانه باش نمحيو هذيك الصوره اللي بنا بها ضد المنتخب الاذربيجاني ونفرحوا الشعب المغربي.